فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. نعم، قد يجب إذا كان فيها إظهار مثلا الفرح بالعبادة والفرح بإكمال العبادة، لأن عيد الفطر بعد إكمال عبادة الصيام، وعيد الأضحى بعد إكمال الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم من أركان الحج، فهذا فيه مشروعية إما وجوبا وإما استحبابا، هذا من ناحية العبادة التي تفعل في يوم العيد. نعم. قال: ولهذا وجب فطر العيدين وقورن ومما يحرم في العيدين الصوم. نحن عرفنا ما يجب في العيدين وهو الصلاة، يعني بعض العلماء يرى أنها واجبة صلاة العيد، إما أنها واجبة على الكفاية أو واجبة على الأعيان، المسألة فيها خلاف، ولكنهم مجمعون على مشروعية صلاة العيد، هذا من ناحية العبادة وجوبا على الجميع أو على الكفاية. وكذلك صدقة الفطر واجبة، صدقة الفطر واجبة في عيد الفطر، واستحبابا مثل التكبير في العيدين، فإنه مستحب في ليلة العيدين ويوم العيد قبل الصلاة يستمر التكبير، فهذا من المستحبات في هذين اليومين. والمحرم هو أن يفعل في العيدين ما يوافق ما عليه أهل الكتاب، فهذا محرم، فنحن لا نصنع في العيدين ما يصنعه أهل الكتاب. نعم. قال: ولهذا وجب فطر العيدين ومما يحرم أيضا في العيدين الصيام، لأنه لا يجوز صوم يوم العيدين، حرام صيامهما، لأنهما يوم ضيافة عند الله سبحانه وتعالى، فيفطر الإنسان ليأكل في هذين اليومين. نعم. وقولنا بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقولنا بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. كل هذا مرة ذكره.